217 معتقلا الآن أعلنت عنهم شرطة العاصمة باريس، هؤلاء اعتقلوا بسبب حوادث شغب حصلت وقيامهم بإشعال بعض الحرائق. هنا المتظاهرون تقريبا وصلوا إلى على بعد 400 متر من قصر الاليزي، هو على يسار هذا الشارع كما ترون على الشاشة، هنا الحاجز الذي يؤدي إلى الاليزي. وفي هذا الشارع هنا في عمق هذا الشارع حصلت المواجهات، وكان هناك عدد كبير من المتظاهرين الذين قاموا برمي القمامة المتجمعة في شوارع باريس بسبب الإضراب المستمر منذ نحو 10 أيام، وقاموا بإشعالها، لذلك قامت الشرطة بالتدخل واعتقلت حتى الآن 217 شخصاً. الرئيس الفرنسي قام بالاختيار بتمرير مشروع هذا القانون من خلال المادة 49.3 التي تتيح له تمرير القرارات وسن التشريعات من دون الوصول أو بتجاوز تصويت البرلمان. لذلك الآن الكرة في ملعب الشارع، التصعيد سيكون في الشارع، النقابات تهدد بأنها ستصاعد الموقف بشكل أكبر، هناك عدد كبير من الإضرابات التي سوف تبدأ قريبا، أيضا هناك تحرك احتجاجي انتهى قبل قليل اجتماع للنقابات، وتم تحديد موعد 23 من هذا الشهر ليكون موعدا للاحتجاجات وللإضراب. هناك عدد كبير من الإضرابات التي أو القطاعات التي ستنضم لهذه الإضرابات، هناك تنسيق بين النقابات وأيضا حركة الستورات الصفر وأيضا الطلاب الذين يعولون كثيرا عليهم لكي ينضموا إلى هذه الحركة الاحتجاجية.